الرحيم من ضمن لقاءاتنا مع السياح. تشرف بإجراء هذا اللقاء مع الأخ يزيد إبراهيم الحصون من السعودية. أخ يزيد، ممكن تحدثنا عن كيفية مجيئك في البداية؟ من اللي عرفك على الشركة؟ كيفية المجيء إلى هنا عن طريق إحدى الزملاء، حيث أثنى على هذه الشركة من ناحية الخدمات ومن ناحية الأسعار، فاتجهت على طول مباشرة إلى الأخذ الرقم المجاني والتواصل معهم، وحصلت ما شاء الله الرحب الصدر الوسع، وحرصت أيضا على أنه يكون البرنامج مرتب، رتبوا كل شيء وضبطوه، حتى بحثت في المواقع عن طريق البوكينج وعن طريق المسافر. بعض الفنادق حصلت عنده أقل من الموجود في البوكينج والمسافر. طيب، كيف كان برنامج الزيارات للمناطق؟ يعني كيف وجدتها؟ برنامج زيارة المناطق كان ممتاز جدا ومميز، حتى الفنادق التي أخذناها في لنكاوي وفي بيني كانت مميزة جدا. اللهم هذا إلى أنها إطالة الإقامة في فندق استانا في لنبور يكون أقل شوي بحكم تكلفة المبنى. طيب، كيف وجدت خدمة الشركة، وهل وجدت أي ملاحظات عليها؟ ما شاء الله تبارك الله، لم أجد أي ملاحظات، حتى حصل عندي مشكلة في بيني من ناحية الزوجة نسات الخطيبة، فما شاء الله التعاون مع الشركة تم الحصول عليه. طيب، كيف وجدت ماليزيا كدولة إسلامية مقارنة بالدول، أو كيف وجدت تعاملهم مع السائح السعودي بشكل خاص؟ والله وجدت ما شاء الله تعامل لبق وتعامل سلس جدا، وما شاء الله الشعب الماليزي جدا خصوصا من ناحية الإسلامية ومن ناحية الأخوة. طيب، كلمة أخيرة تحب تفضل بها ونصيحة لك ونصيحة تقدمها للسائحين الراغبين في زيارة ماليزيا؟ أنا أقول شكرا لشركة المحيط على كل الجهود التي بذلوها من ناحية استقرار السائح والتنقل بين المدن بكل سهولة ويسر. أيضا من تميز هذه الشركة أنه قبل الوصول إلى المنطقة التي أنت تريد الوصول إليها يتم الاتصال عليك قبلها بساعتين أو ثلاث ساعات، وهذا يكون طريق الترتيب والتجهيز من البداية. أما بالنسبة لتوجيهي إلى الأخوان فأقول من أراد السياحة في شرق آسيا فليتفضل إلى شركة المحيط، لأنها حقيقة جدا تعامل وأيضا صدق وأيضا أسعار منافسة. طيب، شكرا لك جزيلا، ونتمنى أن تعود إلى بلدك وقد استمتعت بزيارتك هذه إلى ماليزيا، ونتمنى أن نراك مرة أخرى في سعادة المسؤول بإذن الله. شكرا لك. شكرا.